بمناسبة الكلام عن باريس سان جيرمان، عايز اسألك على حاجة بره بقى إطار الكلام عن الدوريات. فكرة رأس المال العربي ودخوله بمنتهى القوة في المعترك الكروي الإنجليزي كمان بصفة خاصة، وحصل طبعا مؤخرا زي ما أنت عارف الجهاز الصندوق السيادي السعودي لما اشترى نيوكاسل، النوع ده من الأمور بتشوفه إزاي؟ يعني هي كل طبعا بلد أو دوري والظروف فيه يعني مختلفة. في انجلترا التجربه بتاعت مانشستر سيتي هي تجربه ناجحه، يعني ما اقدرش حد يقول ان التجربه العربيه في مانشستر سيتي كانت بس مجرد فلوس وخلاص، لا، لان مانشستر سيتي كان مختفي لسنين طويله، وفجاه دلوقتي مانشستر سيتي هو واحد من اقوى الفرق في العالم. اعتقد نيوكاسل بقى محتاجين نشوف التعامل معاه هيبقى ازاي، لان برضه بنتكلم في فريق بعيد. ما هو عشان كده خلي بالك جماهير نيوكاسل بعد ما اعلنوا عن الصفقه دي كل جماهير الانجليزيه لبسوا عقال وجلابيه واحتفلوا وعملوا جو. كجمهور نيوكاسل، رغم ان على فكره جمهور نيوكاسل كان ليه سوابق كتيره في العنصريه والهجوم ضد العرب، محبوبين دلوقتي ليه؟ لان هو شايف ان ده مصلحته. فالنهارده هنشوف ازاي، هل نيوكاسل بقى هنشوف هيبقى مانشستر سيتي جديد، ولا ممكن يفضل ان هو فريق عادي في منتصف الجدول، مجرد بس ان هي في فلوس موجوده ولكن لا تدار بالشكل الجيد. ولكن انا اعتقد يعني ان نيوكاسل هيبقى يعني على الموسم الجاي ممكن يبقى قوه من القوى الكبرى في البريمير ليج ويعمل مفاجآت، لان برضو الناس دي لما بتصرف فلوس الناس بتفتكر ان الناس بتحط فلوسها في الارض، لا، مفيش حد بيحط فلوسه في الارض، فاكيد دي استثمارات، وكله بيبقى عايز يعني هيصرف عشان خاطر بعد كده لازم هيكسب مكاسب سواء كانت فنيه او ماديه.